إنما لمختلف أنواع القيم التي نحتاجها ويحتاج إليها المجتمع ويحتاج إليها العالم أيضا. فالمجتمع لا يمكنه العيش من دون قيم، كما أن الفرد أيضا لا يمكنه العيش من دون قيم. ومن هذه القيم قيمة الوفاء، متمثلة في موقف أبي الفضل العباس صلوات الله عليه حين رمى الماء على الماء عندما تذكر عطش أبا عبد الله. قيمة التوبة التي نحتاج إليها جميعا في كل الأحوال، متمثلة في موقف الحر حيث قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. قيمة العبادة وهي قيمة مهمة يحتاجها الفرد ويحتاج إليها المجتمع، فقد بات أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. قيمة الرضا، قال الإمام الحسين عليه السلام: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. قيمة الحرية وهي من القيم الحضارية المهمة في العالم الحديث، تدور حولها الحضارات، فقالها مسلم بن عقيل وهو يواجه عناصر عبيد الله بن زياد في الكوفة: أرأيت أن لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. وقال الإمام الحسين صلوات الله عليه في حق الحر بن يزيد الرياحي لدى أمامه إليه: أنت حر كما سمتك أمك. قيمة المساواة، فقد وضع الإمام الحسين عليه السلام خده على خد ولده علي الأكبر كما وضع خده على خد ذلك الغلام الأسود أو التركي، ولم يفرق بين ولده وغلامه. يوم المبارك أصبح الدين شهيد، وافزع العم من يضل بالطف وحيد، رملة مصابي خلي واسوها، حنتي دمي والجفن غار التراب. والآن مع الدكتور أبو نبأ فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين وجماعة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. صلاة الله. الحقيقة قبل ما أبدي بالكلام بس بدي أنه أعلق على المحلة الجديدة للمسجد اللي هي الحقيقة فتشير يعني يثلج الصدور. ومثل ما قال سيد حسن البارحة أنه الموافقة باستخدام المكان جت بشكل مفاجئ، يعني إحنا حتما نربطها ببركات الإمام الحسين عليه السلام وهذه الأيام المهمة. بس القضية فيها أكثر من هذا، فيها قضية العمل. أكو هواي ناس عملوا سواء عمل يدوي، سواء إدارة وتنظيم، سواء تمويل، وهذه القضية جدا مهمة أنه الثنين يعني الطافرة وبالتالي رب العالمين يعني يسر هالشكل الحقيقة اللي يعني جدا صعب بالنسبة لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك بكل من ساهم وبكل من عمل بيهم بعوائلهم بأموالهم، يعني هم الوضع يعني حيث أنهم خاصة في كل صلاة في كل دعاء في كل عبادة تصير أنهم خاصة بدون أن ينقص من خاصة الشخص. يعني مثل ما يقول القرآن: الذي هذا فليعمل العاملون. صلى الله عليه وسلم. طبعا عشر دقائق واحد من دول يقول هواية، لذلك يعني نركز على نقطة واحدة لها ارتباط بأمور تجري في الوقت الحاضر واللي واحد ببساطة ممكن يربطها بقضية الإمام الحسين عليه السلام. لما كنت بالعراق ولما يحدد عن الناس اللي بالعراق من يوم واحد يفكر أو يتجرى أنه يتحدى فكرة الإمام أو يتحدى فكرة ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ما أخذ القضية قضية مسلمة والكل يعني حتى صليين أنه يتكلم من يشوف أمور غير لا تقصير.
بس لما تنتقل الى هاي الدول صارت تدخل شويه نوع من الحريه، صارت نوع شويه من الجرأة، جانب منها ايجابي بس هذا كان جانب سلبي. بدأت تصير يعني خلينا نقول تحدي لبعض المفاهيم، بدأ يصير انتقاص من بعض الافكار، بدأ يصير في بعض الاحيان حتى نسف في بعض الافكار. من جملة هاي الامور قضية الامام الحسين، ضربة الامام الحسين، ربما البعض من عندكم طبعا اكيد اللي موجودين هنا ما ينطبق عليهم الكلام اللي اقوله، بس ربما بعض ما مر علينا اشكالات انه يتم يعني تهوين القضية، تخزينها انه يعني ما اخذ اكثر من حجمها الى اخره. السؤال انه وش قد من هذا صحيح وش قد من هذا مو صحيح، وش شنو الـ شنو الـ 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 يعني الادله اللي تتحضر، اللي ينظر بالتاريخ يشوف انه اكو فد مفاصل معينه سببت تغير تاريخي في مسيره البشريه. يعني اوضح امثله، مثلا الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، في الفترات اللي قبل هذه صعود امبراطوريات ونهاية امبراطوريات. أنا بتقديري الشخصي احنا الآن في نقطة من نقاط التحول التاريخي يعني بتاريخ البشرية. ما أدري الأخوة والأخوات اللي متابعين اللي دا يصير بالعالم، اكو امور كبرى دا تصير ودا تمشي باتجاهات معينة مو من المستبعد انه تؤدي الى تغييرات يعني عالمية باتجاهات جدا مخالفة للي موجود حاليا او اللي موجود خلال العقود الماضية. تحديدا اذا نتكلم اني ربما بتقديري انه مذهب اهل البيت من صدر الاسلام الى اليوم ما كان في يوم من الايام بالقوة العسكرية والسياسية اللي هو بيه الآن. يعني إذا نتكلم عن ما يسمى اليوم بخط المقاومة وهاي كلها، هسه أنا ما أحكي تاريخ، هذا نحكي عن أشياء يومية نشوفها. أنا من بداية الحرب الإيرانية شوفت بداية 80-81 إلى اليوم أشوف أخبار، متابع أخبار المنطقة. الامور اللي تصير يعني ما اتصور في تاريخ مذهب اهل البيت كان في درجه من القوه العسكريه والسياسيه مثل ما هو الان. هذه شنو دورها؟ مثل ما قضيه المجريه هو قضيه التوفيق الالهي، انما اقناص يعملون، بس شنو تعتقد اللي يخليهم يعملون؟ هذول اللي يعملون بروح الإمام الحسين، بروح هذا الخط اللي مثل الإمام الحسين عليه السلام. هذول يعني لما أبطال الحش الشعبي أو حزب الله لما يوحدهم يقول هل هذا من الذلة؟ يقولها وهو مستحق أنه يقولها، يقولها وهو يضيعها حقها، يقولها وهي لائقة به أنه يقولها. فلذلك نرجع على النقطة الأولى اللي يشكك في قضية الإمام الحسين وفي هذه التجمعات اللي تصير. احنا سمعنا انه يعني القضية حقها 100% وما بها جرائم وما بها امور ما المفروض تكون، بس اريد اقول اذا حققنا كل شيء جانبا، اذا ما كان حسنا، اذا ما كان تأثير لنهضة الإمام الحسين الا اذا يصير مثل الشبه هالأيام من نصرة الحق وإحقاق نصرة المنظومة وإحقاق الحق. لو لم يكن كل هذا فكفى، لو لم يكن من أثر وفائدة لنهضة الإمام الحسين إلا الذي يشوفها اليوم فيكفي ويزيد، علما أنه الله لها تأثيرات هواية أبعد من هذا. المطلوب أنه أي كل واحد منا أنه يكون إلى دور، إنه يكون إلى دور في المتابعة، يكون إلى دور في مو بس مستمع، مو بس متفرج،
لازم يكون له دور في 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 استجراء هذه الامور، يكون له دور في استيعاب هذه الامور، وبالتالي لما تطرح قضيه لما تطرح رساله يقدر يجاوب بطريقه يكون هو مقتنع بها حتى يقدر يقنع المقابل. اما انا بس يحكي حكي بس حتى يرد وهو داخل مقتنع ما يقدر يرغب المطلوب. فأدعو الله سبحانه وتعالى وفقنا جميعا أن نكون في خط الإمام الحسين، وهذا كلام كلاسيكي، نكون في خط الإمام الحسين حتى نزل نكون فعلا لاقين لهذه الكلمة وتدلس علينا مربوط وتكون شيء مهلل يعني خارج عن مكانه. فأدعو الله سبحانه وتعالى أنه ينصر الإسلام والمسلمين وأنه يسدد كل واحد من عندنا وكل عامل أنه يكون في خط أهل البيت وفي خط الإمام الحسين. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد.